المشاهدون الأفاضل في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلبونت العريض، والبداية كالعادة بالعناوين. نقرأ من صحيفة الحراك السياسي: البرهان يؤكد سعي السودان لامتلاك أسطول من الطائرات المسيرة. ومن سودان تريبيون نطالع: النيابة توجه تهمة القتل العمد لضابط اغتال متظاهرا بالرصاص. ونقرأ من صحيفة اليوم التالي: اتفاقية بين حزب الأمة القومي والشيوعي على تفعيل لجان العمل المشتركة. ومن أخبار اليوم نطالع: حركة المستقبل للإصلاح والتنمية تعقد مؤتمرها العام. ونطالع من الوطن: جامعة النيل الأبيض توقع اتفاقية تعاون مع جامعة هندية. ومن وكالة السودان للأنباء: الكهرباء تصرح سيكون الوضع في رمضان أفضل بكثير. وختام أخبار هذه الحلقة والذي جاءنا من الوكالات: صندوق النقد الدولي يستجيب لطلب وزير المالية جبريل إبراهيم. إذن مشاهدينا الأفاضل، ننتقل معكم إلى فقرتنا التحليلية ولكن عقب هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة من بلبونت العريض، وأسعد جدا أن يكون ضيفي وضيفكم للتحليل حول هذه الأخبار الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أشرف عبد العزيز. مرحبا بكم ومرحبا بمشاهدي قناة البلد. نعم، مرحبا بك أستاذ، ودعنا نباشر بأول أخبارنا في هذه الحلقة من صحيفة الحراك السياسي: البرهان يؤكد سعي السودان لامتلاك أسطول من الطائرات المسيرة. شهد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان شهد بالمرخيات صباح أمس ختام فعاليات تمرين عزم الرجال، والذي نفذه دارسو دورتي القوات الخاصة والطيران المسير. وأشاد سيادته بالمستوى المتطور والذي وصل إليه المتخرجون، وتعهد بمواصلة مسيرة تطوير ورفع قدرات القوات المسلحة بما يؤهلها لمجابهة أي مهددات بكفاءة واقتدار. جاء ذلك بحضور السيد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وأعضاء هيئة قيادة القوات المسلحة وكبار القادة. ويذكر أن تمرين عزم الرجال هو تمرين لعملية افتراضية تنفذها مجموعات خاصة عالية التدريب تساندها المسيرات ضد عناصر إرهابية وتخريبية. وبنهاية التمرين قام سيادته بتكريم أسرة الشهيد العقيد محمد الحبيب كمبو وبعض قادة القوات الخاصة. أستاذ أشرف، بداية، كيف تقرأ خطاب البرهان في المرخيات وبالتحديد تأكيده على أنهم يسعون في الجيش أو يسعون في الجيش للحصول على خدمات الطائرات المسيرة؟ المسألة المتعلقة بتطوير الآليات الدفاعية الخاصة بالجيش هي مسألة ضرورة وملحة وأساسية لكل جيش في العالم، وكل جيش يسعى لأن يمتلك أسلحة هي يمكن أن تكون ضاربة ومؤثرة في الجانب الميداني والعمليات. كون الجيش السوداني يحاول أن يكمل هذه الاستعدادات في إطار التحسب لأي مهددات داخلية كما ذكر البرهان أو خارجية، فهذا أمر طبيعي. ولكن أيضا في إطار هذا السياق، أيضا هذه الأيام هنالك شحن زائد في الشارع، وهنالك الرأي العام يتحدث عن أن المساجلات الأخيرة بين قائد العام للجيش والقوات الشعبية المسلحة ونائبه قائد قوات الدعم السريع بينهما من نتيجة هذه السجالات بينهما خلافات حادة، وأن هنالك حشودا كانت في الخرطوم، ولكن الجيش أصدر بيانا وقال أن هذه الحشود يعني غير حقيقية وهذا غير صحيح، وأكد تمسكه بالاتفاق الإطاري. إذن جزء من هذا الحديث خاصة فيما يتعلق بأن الطيران المسير يمكن أن يضرب أي محاولة تخريب داخلي، ألمح فيه البعض المراقبين أنه ربما يكون المقصود به الدعم السريع، خاصة وأن الجيش ما زال يصر على دمج الدعم السريع بأعجل ما تيسر وفقا للاتفاق الإطاري. إذن بالأمس كان الخطاب بالرغم من أنه حمل كثير جدا من الوضوح، لكن في بعض النقاط كانت تحتاج إلى تفاسير أكثر، خاصة
فيها إشارات توحي بأنه ربما يكون ضمن خطابات الصراع التي سادت هذه الأيام. نعم، إذا الأستاذ أشرف، هل يمكن أن نقول مثلا بأن هذا التصريح امتلاك الجيش للمسيرات، والآراء التي ذكرتها قبل قليل لبعض المحللين الذين يرون بأن هذا التصريح لربما يمس الدعم السريع بشكل من الأشكال، هل هذه تحضيرات لمواجهة مرتقبة؟ المواجهة تصبح عصية جدا في ظل الظروف الحالية، لأن الكل يعرف مقدرات الآخر ويدرك ما هي كونها، وبالتالي من الصعب جدا أن يكون هنالك، إلا إذا كانت هذه هنالك دوائر تسعى لشيطان الطرف ضد الآخر وهي معلومة وتحاول أن تزرع الفتنة وهي عناصر النظام البائد، في مظنة منها أن الفوضى يمكن أن تعيدها إلى الحكم مرة أخرى. ولكن بالتأكيد التاريخ لن يعيد نفسه مرة أخرى، والظروف الواقعية الحالية تقول أنه من الصعوبة بمكان أن تكون هنالك مواجهة عبر الحرب بين الطرفين، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على حياة المواطنين بشكل كبير، وأن هذه الحرب لن تحسم بين دقيقة أو ساعة أو ساعتين، فبالتأكيد ستأخذ زمنا طويلا، وهذا يعني أن هنالك كثير من الإشكالات والتحديات ستنجم عنها، خاصة وأن البلاد أيضا تعيش على بنية تحتية مهترئة لا تستطيع تحمل وقوع مثل هذه الحرب. الجنرالات جميعهم يدركون، ولعل اجتماع الأمس كان واحدة من الإيجابيات التي بدأت تطرأ من جديد في إطار امتصاص وتهدئة هذه الأزمة التي من المفترض أن تكون أزمة عابرة، لأن في واقعها هي لحد كبير خلاف سياسي أكثر من كونه خلاف عسكري. نعم أستاذ أشرف، هل تعتقد بأن قضية دمج الدعم السريع في قوات الشعب المسلحة أو في الجيش هي قضية قابلة للحدوث حقيقة، أم سيستمر وجود الدعم خارج إطار الجيش؟ لا، مسألة متعلقة بالدمج هي قضية حقيقية طبعا، وحتى قائد الدعم السريع بنفسه صرح وقال نحن جزء من الجيش ونحن نعمل تحت إمرة الجيش، وبالتالي مسألة عملية الدمج هي ليست الإشكال، هذه مسألة متفق عليها، لكن المسألة المتعلقة بمصفوفة وجداول الدمج، هل سيتم في سنتين أم سيتم في 6 سنوات أم سيتم في 20 سنة، المهم هذا هو الموضوع الخلافي فيما يتعلق بهذه القضية. نعم، هناك بعض من يرى بعض الآراء من المحللين أستاذ أشرف تقول بأن الدمج لا يمكن أن يحدث لأن قادة الدعم السريع سيفقدون قوتهم، هكذا سيتبع الدعم للجيش وبهذا سيفقد قادة الدعم السريع قوتهم التي كانوا يستمدونها من قواتهم من الدعم السريع. ما هذا الموضوع أسس له الاتفاق الإطاري حسب النصوص الموجودة، وبالتالي قادة الدعم السريع هم مدركون بأن هذه العملية السياسية هي سيكون فيها تطور جديد بما يتعلق بوحدة القوات المسلحة، وأن تضم كل الميليشيات وكل الأجهزة النظامية الأخرى عدا الشرطة والأمن والمخابرات. نعم أستاذ أشرف، دعنا ننتقل إلى خبرنا الثاني في هذه الحلقة والذي جاء من صحيفة سودان تريبيون. النيابة توجه تهمة القتل العمد لضابط اغتال متظاهرا بالرصاص. أعلنت النيابة العامة في السودان يوم الأربعاء توجيه تهمة القتل العمد لشرطي قتل متظاهرا رميا بالرصاص، وقتل الطالب إبراهيم مجذوب في منطقة شرق النيل في 28 من فبراير المنصرم، وذلك إثر إصابته بعيار ناري في الصدر أطلقه الشرطي من مسافة قريبة، وذلك أثناء تفريق احتجاجات حاشدة شهدتها مدن الخرطوم الثلاث للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري. أستاذ أشرف، يعني بداية قبل الخوض في تفاصيل، لماذا نعتقد أو لماذا تعتقد في رأيكم أن هذه القضية، قضية الطالب مجذوب بالتحديد، وصلت إلى هذا الحد ووصلت إلى النيابة، والآن وجهت تهمة القتل العمد تحت المادة 130 قتل عمد تجاه هذا الضابط، وماذا عن سابقاتها؟ لأن البينات فيها كانت واضحة، وهنالك فيديو تم انتشار نشر على ما على ما على بشكل واسع بين المواطنين، وبالتالي أصبح المسألة لا تحتاج إلى دليل ولا لسبب الغوار لاكتشافها مثل الجرائم الأخرى التي تحتاج إلى حل طلاسمها وما إلى ذلك، فبالتالي نتيجة لذلك تم الوصول للجاني بشكل سريع بعد أن تم رفع الحصان عنه، ومن ثم بدأت الإجراءات، وكانت الإجراءات والبينات واضحة كما تفضلت أمام القاضي، فبالتالي استطاع توجيه التهمة بعجل ما تيسر، لأن ذلك أيضا فيه حرج بالنسبة للحكومة، وأن الشرطة بنفسها هي التي تتخذ القرار، وأن هذا هو كان ضابطا والضابط بنفسه اتخذ القرار ونفذ حكم الإعدام على هذا السائر، ودون أن يكون هنالك أي تدخلات سواء كان وكيل نيابة كان موجود في تلك اللحظة أو قاضي يمكن أن يكون وجه بضرب المتظاهرين. إذا كانت هذه واحدة من الأشياء الملفتة لكل العالم، حتى الأمم المتحدة أخرجت بيان، إصدرت بيانا في هذا الأمر، وكثير من النشطاء تحدثوا عن هذه القضية المأساوية،
وهي كانت قضية دائمة بحق وحقيقة، لأن السائر كان طفلا ولا يحمل شيئا في يده ربما حجرا صغيرا. فهذه واحدة من الأشياء التي أوضحت كيفية التعامل الفظ والقمع العاري مع المتظاهرين من قبل سلطات الانقلاب. إذا كان لابد من لإزالة هذا الحرج الكبير الذي وقع على الحكومة، لابد من أن تسرع الخطى في الإجراءات. أما بالنسبة للقضايا الأخرى فمنظمة أسر الشهداء هي تجأر بالشكوى فيما يتعلق بتغيير القضاء الخاصين بملفات الشهداء، وأيضا هي تتحدث عن أن القضايا تسير ببطء بشكل كبير، وبالتالي ربما تلجأ لتدويل هذه القضية وتذهب بها إلى محكمة لاهية. نعم أستاذ أشرف، إذا نظرنا إلى هذه الحادثة وإلى هذه الواقعة من منظور أوسع، لماذا ملازم يعني ضابط في الشرطة يطلق النار من مسافة قريبة على يعني ثائر هو طفل، يعني لم يصل حتى إلى 18 من عمره، هو طفل، لماذا يطلق النار على هذا الطفل من مسافة قريبة؟ يعني هذا في حكم الإعدام لهذا الطفل، فما السبب، ما الداعي، لماذا وصلت الأمور لهذا الحد؟ متعلق بوعي القوات التي تتعامل مع المتظاهرين ونوع السلاح التي تستخدمه، وكل ذلك مرتبط بشكل كبير بقيادة الشرطة نفسها بأنها لن تتابع فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالتعامل مع المتظاهرين الذين يهتفون سلمية سلمية في كل مرة، ومع ذلك في كل موقف يخرجون يكون هنالك شهيدا قد سقط على الأرض مدرجا بدمائه. إذن هذه واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجهها القوة الديمقراطية التي تتحرك في إطار إسقاط النظام سلميا، وأن قوات الانقلاب ما زالت تتعامل معها بذات الطريقة القديمة التي كان يتعامل بها نظام البشير، وربما أفظع من تلك الطريقة القديمة، لأن عدد الشهداء الآن من 25 أكتوبر قبل الماضي وصل إلى أكثر من 125 شهيد. نعم أستاذ أشرف، هل تعتقد في رأيك أن هذه الحادثة يعني قتل هذا الثائر ستوسع الفجوة، أو بالتحديد وسعت الفجوة وانتهى الأمر ما بين قوات الشرطة وما بين المتظاهرين أو الشعب بصورة عامة؟ هو بالتأكيد لجان المقاومة هي صاحبة القدح المعلى في التغيير، وهي أيضا الآن تقوم بأدوار مهمة وأساسية بشأن عودة الثورة من جديد بذات ألقها، وأن تقوم بمصادرة كل ما تم من قبل السلطات الانقلابية وسيطرتها على مفاصل الحكم. هذا بالتأكيد غوى شوكة الشارع وجعل كثير من الشباب ينضمون وينخرطون في لجان المقاومة، وبالتالي كانت المواكب التي تلت هذا الموكب كانت مختلفة تماما، حتى موكب الأمس استطاع أن يقطع شوطا كبيرا بالرغم من المواجهات التي واجهها من قمع من قبل قوات الشرطة، ولكنه استطاع أن يصل إلى أغرب نقطة ممكنة كان يمكن أن نصل إليها من هدفه المنشود. هل تعتقد أن هذه الحادثة ستكون بمثابة الشرارة التي ستشعل ثورة ديسمبر مجددا؟ هو بالتأكيد هنالك عوامل أخرى تضاف إلى هذه الحادثة، ربما هي جميعها بشكل تراكمي تسهم بأن يكون هنالك حراكا عما قريب. واضح جدا أنه في الآونة الأخيرة هنالك حراك نقابي واسع، استطاع الأطباء أن يعقدوا اللجنة التسييرية الخاصة بهم في يومي الجمعة والسبت الماضيين، وكذلك أعلنوا نتيجتهم، وكان يعني لافت جدا أن الدكتورة هبة عمر التي فازت برئاسة اللجنة التسييرية هي واحدة من الذين دائما يتواجدون في المواكب وفي مقدمتها وأبرزهم، وهي سائرة واضحة. فهذا يعني أن هنالك حراكا جديدا سيتم في إطار النقابات وفي إطار الشارع وأيضا في إطار القوى الحية، ويمكن أن يؤثر ذلك بقدر كبير جدا على النظام وربما يؤدي إلى انتفاضة. نعم أستاذ أشرف، دعنا ننتقل من الشارع إلى طاولة الحوار. الخبر الثالث في هذه الحلقة والذي جاءنا من اليوم التالي، اتفاق بين الأمة القومي والشيوعي على تفعيل لجان العمل المشتركة. أعلن حزب الأمة القومي والشيوعي اتفاقهما على تفعيل عمل اللجنة المشتركة للتنسيق في قضايا الحريات والوظع المعيشي، وأظل الحزب الشيوعي يرفض أي عمل مشترك مع ائتلاف الحرية والتغيير الذي يعد حزب الأمة القومي أحد أطرافه الرئيسيين، ولكنه لا يمانع في المقابل من التحاور مع مكوناته بصورة منفردة. والتقى وفد رفيع من المكتب السياسي للحزب الشيوعي ضم صالح محمود وعلي الكنين ومحمد المختار محمود وصديق التوم، التقى بقيادات من حزب الأمة القومي على رأسهم فضل الله برمناصر رئيس الحزب المكلف ونائبته مريم الصادق المهدي، علاوة على إحسان عبد الله البشير مساعدة الرئيس وأميمة كمال من الأمانة العامة.
أستاذ أشرف، الآن يعود حزب الأمة القومي للتعاون والتعامل مع الحزب الشيوعي وكذلك العكس. هل ترى هذا الموقف مبشر بيعني فك الخناق السياسي بشكل عام، وأن الحزب الشيوعي يعود إلى طاولة الحوار مجددا مع بعض أطراف العملية السياسية؟ والحزب الشيوعي قال انه لم يرفض الحوار، ولكن سيتحاور مع اي حزب منفرد حسب طريقته الحاليه التي يعتمدها فيما يتعلق باطار الحوار. الذي بادر بالحوار وطلب اللقاء هو حزب الامه، وكانت الدكتوره مريم الصديق المهدي قبل يومين زارت دار الحزب الشيوعي السوداني الخرطوم 2 عفوا، واكدت انها تطلب بالفعل لقاء مع الحزب الشيوعي السوداني. لكن هذا اللقاء ايضا لا يخرج من ربما معادله داخل حزب الامه. حزب الامه يريد ان يلعب دورا اكبر من ما هو دوره الموجود في قوى الحريه والتغيير، ودائما عندما تكون في لحظات حاسمه حزب الامه يتحرك لان يكسب مقترحاته ورايه اكبر عدد ممكن من التأييد، وبالتالي يقوم بمثل هذه الجولات، لانه لم يقتصر جولته على الحزب الشيوعي وحده، وانما كان هنالك لقاء اخر تم بالامس بمنزل السيد عبد الرحمن مع قوة الكتلة الديمقراطية. نعم، هل يمكن أن نعتبر هذه الخطوة مثلا بداية أو مؤشر إيجابي لعودة الحزب الشيوعي إلى ائتلاف الحرية والتغيير؟ لا، الحزب الشيوعي لن يعود للحرية والتغيير بهذه الطريقة. الحزب الشيوعي لديه رأي واضح فيما يتعلق بالحرية والتغيير، ولكن لا يمانع من تأسيس جبهة جديدة معارضة يمكن أن يكون فيها من كانوا بالحرية والتغيير، لكن بشرط أن يأتوا منفردين وليس أن يأتوا ككتل وجماعات، حتى لا يؤثر ذلك على أداء التحالفات. وهذا هو شرط الحزب الشيوعي للعودة مرة أخرى والانخراط في العمل مع القوى السياسية الحالية. وكذلك أيضا لديه شرط آخر هو متعلق بالمسألة الخاصة بإسقاط النظام وتسليم السلطة دون تفاوض مع العسكر. نعم، بالتحديد على ما ذكرته مسبقا، يعني عطفا على هذه النقطة، أن الشيوعي لا يمانع الجلوس منفردا مع هذه الكيانات، ولكنه يرفض الحوار بشكل عام مع الائتلاف بشكل كامل وإلى طاولة الحوار. كيف ترى هذا الموقف؟ الموقف هو ربما مرتبط بجذور أزمات قديمة بالنسبة للحزب الشيوعي السوداني، بدأت من تحالف نداء السودان مرورا بتحالف قوى الإجماع الوطني، وكذلك أيضا فيما يتعلق بقوى الحرية والتغيير. ويعتقد الحزب الشيوعي أن هنالك تكتلات تنشأ داخل هذه المنظومات التحالفية يمكن أن تؤثر بقدر كبير على مطلوبات الثورة وكذلك أهدافها وتعرقل مسألة تحقيقها. وبالتالي الحزب الشيوعي منذ وقت مبكر منذ نداء السودان كان يرى أن هنالك مجموعات داخل هذه المنظومات هي مجموعات كانت تسعى لصلح نظام البشير فيما عرف بمشروع الهبوط الناعم، ويرى أنها مجموعة الهبوط الناعم هي ما زالت تخوض التفاوض مع العسكريين، وبالتالي له رأي واضح في هذه القوة بأنها تريد أن تعيد النظام البائد مرة أخرى إلى السطح، وهو يرفض ذلك جملة وتفصيل. نعم أستاذ أشرف، دعنا ننتقل إلى قوة سياسية أخرى وهي حركة المستقبل للإصلاح والتنمية. وفي رابع أخبارنا لهذه الحلقة والذي جاءنا من صحيفة أخبار اليوم، حركة المستقبل للإصلاح والتنمية تعقد مؤتمرها العام. عقدت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية مؤتمرها العام بقاعة الصداقة، حيث أكد الأستاذ عبد الواحد يوسف الأمين العام أكد رؤية الحركة للخروج من الأزمة الراهنة بالاعتماد على التوافق من أجل مستقبل أفضل للبلاد. هذا وعبر عدد من المشاركين في المؤتمر العام للحركة أهمية إيجاد حلول عاجلة لحالة الانسداد السياسي والتي تمر بها البلاد الآن، وذلك عبر خلق أرضية من التوافق بين جميع الأطراف. أستاذ أشرف، بداية نريد أن نسمع رأيك وتعليقك ويعني رؤيتك العامة لحركة المستقبل. هو حزب حركة المستقبل للبناء والتنمية هو حديقة خلفية للحركة الإسلامية التي يديرها علي كرتي في الخفاء. هذا الحزب معروف قياداته كلها هي قيادات لديها علاقة مباشرة بالنظام البائد، صحيح بعدها قيادات من الصف الثالث، ولكن حتى المؤتمرات التي عقدت على مستوى المحليات وحتى وصولا للمؤتمر العام كل الذين كانوا موجودين من عضويهم كانوا يتحركون في إطار الحركة الإسلامية أو في إطار المؤتمر الوطني. فبالتالي هو عبارة عن واجهة من واجهات الحركة الإسلامية لخدمة أجندتها السياسية في ظل الظروف الحالية بعد أن تم وقف إيقاف المؤتمر الوطني وفقا للقانون وأصبح محلولا. في تقديري مهما كانت هنالك نوع من البناء أو نوع لإظهار القوة والعضوية وما إلى ذلك، فهذا لا يعني أن هذا الحزب ولد بأسنانه، إنما هو حزب فقط يعمل حديقة خلفية لواجهة أخرى هي
ايضا تاتي في اطار الصراع بين كرتي وغندور ومجموعه ابراهيم محمود، باعتبار ان هؤلاء جميعا لديهم صراعات فيما بينهم، فالحركه الاسلاميه تحاول ان تنشط وان يكون لها حزبا على حساب حزب المؤتمر الوطني، وبالتالي تدين كل المساله بمفاصلها داخل اروقه الحركه والحزب لصالح علي كرتي. نعم، أنت ترى هنا إذن بأن حركة المستقبل للإصلاح والتنمية تصفها بأنها واجهة للمؤتمر الوطني، هل هناك حركات أخرى مثلا أو جهات أخرى تراها بأنها واجهات أيضا للمؤتمر الوطني؟ لا، هي واجهة للحركة الإسلامية وليس للمؤتمر الوطني، لأن هنالك سمة خلاف بين الطرفين، بالرغم من الادعاء أن هنالك يعني نوع من التوافق بينهما والعمل سويا، لكن واضح أن هنالك إشكال بين قادة المؤتمر الوطني وقادة الحركة الإسلامية. هي واجهة للحركة الإسلامية، هنالك أيضا حزب البناء ومعارف بعض الأحزاب الأخرى ربما لديها، وكانت عدد من الأحزاب تم تسجيلها حتى تعمل كواجهة في ظل الظروف الحالية وأثناء الانتقال لصالح حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. نعم أستاذ أشرف، مستمرون معك في هذه الحلقة ومعكم مشاهدين الأفاضل، ولكن فاصل قصير ونعود إليكم. إذن أهلا بكم مجددا مشاهدين الأفاضل في استكمال متبقي حلقتنا لليوم من بلبونت العريض. وفي خامس أخبارنا لهذه الحلقة والذي نطالعه من صحيفة الوطن، جامعة النيل الأبيض توقع اتفاقية تعاون مع جامعة هندية. وقعت جامعة النيل الأبيض اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة مولانا أزاد الوطنية بدولة الهند، ونصت الاتفاقية على تبادل الأساتذة والطلاب والبحوث العلمية المشتركة والتعليم عن بعد. ووقع عن جامعة النيل الأبيض البروفيسور الشاذلي عيسى حمد مدير الجامعة، وعن جامعة مولانا أزاد مديرها بروفيسور سيد عين الحسن، وأمن الطرفان على أن تسري الاتفاقية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بموافقة جماعية. وقال بروفيسور الشاذلي إن هذه الجامعة من الجامعات الحكومية المركزية المعترف بها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، مؤكدا أهمية الانفتاح على مستوى الجامعات العالمية لتبادل الخبرات العلمية والعملية. أستاذ أشرف، يعني بداية وتعليقا على هذا الخبر، دائما ما نسمع عن اتفاقيات أكاديمية ما بين جامعة سودانية وجامعة عالمية، بالتحديد في هذه الاتفاقية، كيف ترى هذا التعاون وما تقييمك للاتفاقيات عموما بشكل عام ما بين الجامعات السودانية والجامعات الدولية؟ الجامعات هي تكتفي دائما بعدم أن نصرف مثل هذه القضايا، وبالتالي لا تستطيع أن تقيم مدى استفادتها من هذه القضايا، لكن المهم أنه هناك تبادل معرفي سيتم بين الجامعتين، وفي ذلك محمدة وفي صالح الجامعة السودانية التي وقعت مع هذه الجامعة المتطورة في باكستان وفي الهند. نعم أستاذ أشرف، في رأيك الشخصي يعني ما المطلوب من الجامعات السودانية لمواكبة الركب العالمي؟ يعني إذا تحدثنا بصراحة هنا، فالجامعات السودانية يعني إذا لم تنزل إلى الأسفل فهي ما زالت مستقرة على موضعها القديم، يعني سواء الجامعات الكبيرة على مستوى جامعة الخرطوم، جامعة السودان وغيرها من الجامعات العريقة، ما المطلوب لنواكب الركب العالمي؟ في تقديري توفير الإمكانيات الكاملة للتعليم العالي، باعتبار أنه التعليم أساس، أن تستقطع يعني أكبر نسبة من المالية من الموازنة لكل عام لصالح التعليم. النقطة الثانية والمهمة والضرورية أيضا مسألة تعديل المناهج، لأن المناهج القائمة الحالية واضح أنها أدت إلى طالب غير يعني متفوق كما كان عليه من قبل في السابق، وبالتالي لا بد من مراجعة هذه المناهج وصولا إلى منهج يمكن أن يرضي طموحات الطلاب ويستسهل لهم الأمور حتى يستطيعون أن يفهموا كل ما في الكتب، وبالتالي يستطيعوا أن يعبروا عنها بشكل أفضل. نعم، هناك نقطة أخيرة أيضا أستاذ أشرف في قضية الجامعات السودانية، يعني بعيدا عن هذا الخبر، الطلاب في الجامعات السودانية يتذمرون للغاية بسبب وقف الدراسة بشكل متكرر بسبب الأحداث السياسية في البلاد، كيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟ هو طبعا معالجة هذه المشكلة بشأن أن تحدث فرزا كبيرا بين الطلاب، خاصة وأن غالب الطلاب هم فقراء وبعضهم غير منضمين للأحزاب السياسية حتى يتم تحريضهم أو استقطابهم، فقط يشتون في إطار ما يتعلق ب حقوقه الأساسية المرتبة وكذلك الكفالة التي يصرفها صندوق دعم الطلاب كل شهر. الآن مع إضراب عمال صندوق دعم الطلاب أصبحت هنالك مشاكل أخرى، هنالك ظهرت مشاكل الطفح في الداخليات، ظهرت مشاكل السرقات، ظهرت إنه الأوضاع اللي بالنسبة لداخلية البلاد غير مؤمنة، كل ذلك يحتاج إلى وقوف حقيقي من الدولة ومتابعة ذلك أول بأول، لأن الأوضاع هي ستنفجر بهذه الطريقة. نعم أستاذ أشرف، دعنا ننتقل من قضايا التعليم إلى قضية الكهرباء. وفي سادس أخبارنا لهذه الحلقة، من وكالة السودان للأنباء، الكهرباء تصرح
سيكون الوضع في رمضان أفضل بكثير. أكدت الشركة السودانية للكهرباء المحدودة استعدادها لشهر رمضان، وطالبت المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وأن يكون حسب الحاجة. وقال مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء المهندس محمد التوم، قال إن الوضع الآن جيد، ولكن نتوقع أن تكون هناك هجمة كبيرة من المواطنين على الكهرباء بالتحديد في اليوم الأول والثاني والثالث لشهر رمضان. وأضاف قائلا: وضع الكهرباء في شهر رمضان سيكون أفضل بكثير، والمياه متوفرة في كل الخزانات، كما أن كل الماكينات بسد مروي تعمل بصورة طبيعية وتنتج 1250 ميجاوات يوميا. أستاذ أشرف، يعني بداية دعنا نتحدث عن مشكلة كبيرة. جزء كبير من المواطنين الآن لا يثق في تصريحات الكهرباء، يعني دائما ما نسمع تصريحات الشركة السودانية لتوليد الكهرباء قبيل رمضان بالتحديد، يصرحون بأن الكهرباء لن تقطع في رمضان، لن تكون هناك قطوعات مبرمجة أو غير مبرمجة، ولكن رغم كل شيء ورغم كل هذه التصريحات الكهرباء تقطع من المواطن. ما المشكلة التي تحدث هنا؟ الغريب في الأمر أنه الكهرباء هي تستخلص أو يعني تأخذ ما تريده من المواطن وزير تقديم الخدمات مسبقا مقدما، فبالتالي من المفترض أن لا تكون هناك أي إشكال يتعلق بالصيانة الدورية أو يتعلق بزيادة المرتبات أو يتعلق بالمشاكل اليومية الآنية، ما دام أن المواطن هو يدفع من جيبه مباشرة للكهرباء، وحتى الآن هنالك تجديد دخل الكهرباء. فكل هذه المسائل تحتاج إلى حسم واضح وجدي من قبل الدولة واستعدادات مبكرة حتى يتم الوصول إلى معادلات، حتى في لحظة يكون هنالك قطوعات يكون المواطن مطمئن وفي تطمينات بسيطة له أنه هذا الموضوع لن يؤثر وسيتم حله قريبا، ويعرض في التلفزيون ويتكلم عنه في الإذاعة وما إلى ذلك زي ما الدول الأخرى تعمل. فلازم يكون في موضوع زي ده مهم وضروري، لأنه دونه إحنا هنخش في هذه الدوامة. وتنسى إدارة الكهرباء أنه العام السابق انتهى، المنصرم قد انتهى، وبدأ عام جديد، وفي العام الجديد ده تغلبت الموازين المتعلقة بالفصول، وبالتالي لا بد أنه يتم بناء بعض المدارس، وفي المقابل أيضا توصيل الكهرباء بالنسبة لها، وده هذا غير صحيح، لأنه في النهاية حيكون استهلاك زائد وحيكون هنالك إشكالات حقيقية متعلقة بأنه يعني إشكالات حقيقية متعلقة بأنه التيار حيكون مذبذب وما ثابت. نعم أستاذ أشرف، ماذا عن بعض الآراء التي ترى بأن هناك أيدي خفية، ربما النظام البائد يتعمد تخريب قطاع الكهرباء مثلا؟ هو يعني ما بحكم التجربة في الفترات السابقة، النظام البائد قبل أن يكون حكومة برضو كان بحاول أن يعبس بمقدرات الشعب السوداني في محاولات للوصول إلى الحكم، فبالتالي لا يهمه أن يعبس بالكهرباء أو يشحن أو يدير التعبية للشحن الزائد بين القائدين الذين يديران البلاد الآن، أو يقوم بأي طريقة من الطرق هي تحمله مرة أخرى إلى الحكم مجددا. لكن في تقديري هذا عصيه عليه، لأنه دائما العقل العملياتي ده ما بكون طوالي مستمر ينتج بالطريقة ذات الطريقة، بيقوم راجع برجع للقديم. يعني هسي الرجوع للقديم ما مفيد كهذا من أدوات المعارضة، يعني هسي حتى صورة المصحف لو خرجت وكنت تعمل مصحف في يدك وكنت هتفت بالتكبير وحوقلات ربما لا يهتم بك المرة، قد يظن في كثير من الظنون الأخرى. إذن الوقائع الآن تحتاج إلى بصيرة نافذة تنتج لهؤلاء الفلول إبداعات جديدة يمكن أن تمكنهم من أن يعودوا للسلطة دون أن يخدشوا حياة الناس ودون أن يفتعلوا عنفا ممكن أن يؤثر بقدر كبير في حركة الشارع العام. نعم، إذا أنت تعتقد هنا أن هذه المشاكل وهذه المعوقات في قطاع الكهرباء بالتحديد وبقية القطاعات في الدولة ليست مفتعلة بل هي مشاكل حقيقية؟ هي مشاكل حقيقية، لكن بيتم تفقيمها في إطار أنه أيضا برضو يتم إضعاف بعض الشخصيات في الانقلاب حتى يحل الفلول معهم في مكانهم تماما وتعود إليهم الأمور كما كانت، لأن هذا الانقلاب هو نفسه انقلاب للفلول. نعم، إذا تحدثنا عن قضية الكهرباء بالتحديد، لماذا لازلنا نعاني من مشاكل الكهرباء في حين أن جيراننا مثلا يعني من الدول الإفريقية والعربية وغيرها قد تجاوزونا بمراحل، تجاوزونا بدرجات عالية جدا وأصبحوا يعني يولدون كهرباء ويصدرونها للدول المجاورة، لماذا نحن تأخرنا عن هذا الركب ولازلنا نعاني من قطوعات الكهرباء؟ حقيقة هو تخلف، يعني أنه نحن في القرن ده نقعد نتكلم عن الكهرباء قاعدة ولا شغالة في كل البلدان العالمية دي،
والاقليميه كلها تم خلاص معالجه هذا الامر، اذا حتى ولو عبر شبكات ضخمه من الطاقه الشمسيه. السودان ما في شيء مستكتب، الحراره كثيره لكن ما في استفاده منها بشكل كامل، لانه الناس مشغوله بتفاصيل ما عندها علاقه بالاساس، مشغوله بانفاذ بعض الاجنده ما عندها علاقه بالاساس، وده بياثر بقدر كبير، لانه النظام حتى التعيين بيقوم على المحسوبين، وربما المحسوبين قد يكونوا ما عندهم اي خبره او درايه فيما يتعلق ببعض الموضوعات الكبيره العظمى الخاصه بالبلاد، وبالتالي نعيش في هذه الدوامه اللي هي دوامه الخساره الكبيره. نعم، بالتحديد في هذه النقطة عندما تحدث مدير الشركة السودانية للكهرباء أنه يطالب المواطنين ويدعوهم مثلا إلى الترشيد، هل هو هنا مثلا يحمل المواطنين نوعا من تقصيرهم أو مشاكلهم فهم ليسوا مضطرين لترشيد الكهرباء يعني؟ والله هو واضح أنه المسألة المتعلقة بالترشيد دي هي للجميع ما للمواطنين بس، حتى قادة الحكومة. أذهب إلى أي مكتب الآن من مكاتب الحكومة ستجد التكييف إما مركزي أو شغال اليوم كله طوال الوقت. إذا لماذا لا تقوم الحكومة بهذا الترشيد؟ وهي التي تستهلك الكهرباء أكثر. وبالتالي يمكن الوصول إلى حلول في هذه القضايا، بس المسألة تحتاج إلى صراحة وبيان من قبل الجهات المختصة. نعم، أستاذ أشرف، دعنا ننتقل إلى سابع أخبارنا في هذه الحلقة والوارد من الوكالات. صندوق النقد الدولي يستجيب لطلب وزير المالية الاتحادي جبريل إبراهيم. أعلن صندوق النقد الدولي عن تقديم مساعدات فنية للسودان في مجال إحصاءات مالية الحكومة GFS، واطلع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم على برنامج المساعدات المقترحة والمقدم من البعثة، ويشتمل البرنامج على تقديم العون الفني لتحسين تجميع التقرير المالي الشهري على نظام إحصاءات مالية الحكومة، وتوفير فرص تدريب عملية على المفاهيم الأساسية وتعريفات دليل إحصاءات المالية الحكومية المتعلقة بمصادر البيانات وتجميع التقارير المالية كذلك. وتم التوافق على إجراء تقييم عالي المستوى لاحتياجات بناء وتنمية قدرات العاملين في المجال المالي والمحاسبي، وتمت مناقشة النتائج المتوقعة وفرص العون الفني المرتقبة مستقبلاً. أستاذ أشرف، قبل أن نبدأ في الحديث عن متن هذا الخبر نريد أن نسمع رأيك على يعني أداء وزارة المالية بقيادة جبريل إبراهيم حاليا. واضح يعني الجواب يأتيك من عنوانه، يعني الظروف الحالية التي يعيشها الشارع والشعب السوداني هي تكفي في أن تقول ماذا تفعل هذه الوزارة. بالتأكيد هذه الوزارة هي جاءت بفرجية خاطئة، لأنها كانت في بداية الأمر هي جزء من الحكومة الديمقراطية التي انقض عليها الانقلاب في 25 من اكتوبر قبل الماضي بتحريض وتشجيع من جبريل نفسه، وظنوا انهم بهذه الطريقه سيستطيعون ان يحكموا البلاد. وعندما فشلوا ولم يستأنف الدعم الذي المفترض ان يقدم الى السودان، كانت النتيجه الاساسيه هي انهم يلجؤون لما يسمى بالحصول على الموازنه من عن طريق الموارد الذاتيه، بمعنى ادخال يدهم في جيب المواطن. فزادوا الضرائب التي كانت قد تم زيادتها في العام 2019، نفذوا الزيادة نفسها وقاموا بإضافة زيادات جديدة فيما يتعلق بالدولار الجمركي وخلافه. والآن كل يوم من الأيام تبين الحقائق وتتكشف بأن هذه الموازنة هي موازنة فاشلة منذ ربعها الأول، ولعل الآن الموظفين في كل الوزارات غالبيتهم لم يصرفوا مرتباتهم حتى الآن. إذن واضح جدا أن أداء السيد الدكتور جبريل إبراهيم لا يرقى لأن يكون وزيرا يعني في هذه الوزارة، وبالتالي المفترض في التعديلات القادمة أن يبحث السودان عن وزير جديد يمكن أن يستطيع أن ينتشل اقتصاد البلاد من وحدتها، لأن واحدة من أس المشاكل هذه النقطة باعتبار أن الاقتصاد نفسه لا ينفصل عن السياسة كثيرا. إذن أنت ترى أن المشكلة في رأس الهرم في وزارة المالية في الدكتور جبريل إبراهيم نفسه؟ أيوة نعم، وهو مع رفاق قصر من حركته قام بتعيينه في مناطق مهمة وضرورية في ديوان الضرائب، في صندوق الجهاز الاستثماري وغيرها من المناطق المهمة وضرورية والتي بها إيرادات عالية، وبالتالي هي محاولات للسيطرة واضحة. نعم، أستاذ أشرف، يعني كيف تقرأ استجابة صندوق النقد لطلب جبريل إبراهيم هنا؟ هل مثلا ننفتح مجددا على العالم والاقتصاد السوداني ينفتح على العالم ويعترف بولاية الدكتور جبريل إبراهيم وبأدائه في وزارة المالية؟ لا، ليس كذلك، هي دي مصفوفة قديمة كان يتم التعامل معها منذ حياة حكومة البشير فيما يتعلق برشدة صندوق النقد الدولي، وفي كل مرة من المرات كان السودان يتقدم خطوة من الخطوات
إلى أن يصل إلى النهاية ويعقص غرض من الصندوق. ولكن في تقديري حتى الآن، حتى إذا تم توفير الأشياء، من الصعب جدا بمكان أن يتم تحقيق كل ذلك، لأن المزلة بتاعت الثورة الرقمية والمزلة بتاعت الفاتورة النقدية إنها تكون رقمية ستواجه كثير من الصعوبات، الشبكة طاشة وهنالك إشكالات. صحيح هي من ناحية منطقية يمكن تساعد الضرائب وتساعد كثير من المؤسسات في الجينينج، يعني ممكن يقدروا يحصلوا على إيرادات بشكل سريع، لكن في نفس الوقت هي ربما تواجه تحديات وإشكالات مختلفة لا تستطيع إدارة الدكتور إبراهيم فازها قبل الوعد المضروب مع صندوق النقد. نعم، إذن أشكرك للغاية الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أشرف عبد العزيز. شكرا جزيلا. نعم، وأشكركم أنتم مشاهدين الأفاضل على حسن وكرم المشاهدة، وإلى جديد الملتقى، كونوا بخير.